عشان يا يلا وقف هنا يا عبد الجبار. لو ابوش سأل علي كله جاي وراك. حاضر يا خالد بيه. سلام سلام. هات هاي يا خالد. كم كان؟ أربعة أربعة جوام يا صاحبي. سلاح المزلوجين جوي. والنكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله هات هاي. مبروك يا فتحين. الله يبارك فيك يا خال. ها تلعب ماتش تاني؟ لا كفى عليكم كده. روح الحق وقطر الساعة 6 وانتوا شايلين الستة. ايوه هيعيطوا هيعيط هيموت هيقلد الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكل كده زين زين. ما بينش اللي كنت بلعب كورة زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟ عشان كنا يد واحده قلبا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي شوف انا وانت اصحاب من قد ايه. ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل. لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض. وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب زيد العارف وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقي تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايوه انت! اوعى تنكر! يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد! دي اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. امرك يا ابوي. ومن الليله دي انت معايا في كل مكان لحد اخر يوم في الانتخابات. عايز احس انك في كتفي. انك دراع اليمين. ايه امال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي لا تشوفه ولا تحدثه تاني. مفهوم؟ قول لي يا خال مش ناوي تحول لجامعه اسيوط السنه دي؟ لا. وابوك مش هيخليك تحول؟ انا فهمت ان عشان احول لازم انجح وانا بسقط هديلي سنتين. واه هو ما يعرفش الحكايه دي؟ ما يعرف منين هو فضيلي. كفايه عليه الانتخابات والمرة الطافح اللي هو فيه. وانت ايه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعه اسيوط. يا ولد ابوي ده احنا مع بعض من واحنا صغيرين. ده حتى الثانويه العامه نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده انا حابب مصر، عايز اعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر ونسوين مصر. يا ده انا كاتب في الرغبات تجاره قرار انتساب وما كتبتش تجاره اسيوط انتظام. ما تيجي انت تعيش معايا؟ لا انا قاعد هنا وراي ارض ابوي. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. والله عاد منور يا ابوي. راجع تتسحب في نص الليل. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم. انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء؟ صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف؟ وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي. يا خالد يا ولدي انا عايزك تبقى في كتفي لحد ما اوصل للبرلمان وابقى النايب الجديد. عايز احس ان انا وراي راجل. وراك راجل يا ابوي. حاضر من النجم اكون في كتفك وان شاء الله تدخل البرلمان يا سياده النائب. ايوه حلوه سياده النائب. حلوه يا ابوي.
نجاهد الحداد في البرلمان يا رجالة. مبروك يا ابوي. الله يبارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، وعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي يا ابوي. يلا يلا يا خالد. ورينا يا سياده النائب، ورينا.